بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو يوم السبت 16 من شهر ربيع الآخر عام 1438 هجرية، ونحن الآن في المزرعة الخاصة للدكتور أحمد بن سعيد بن قشاش الغامدي، وبحضور الدكتور عبد الرحمن معاذ والدكتور عبد الرحمن العمري. هذه المزرعة التي تحتوي على مجموعة هائلة من النباتات النادرة في الجزيرة العربية والاقتصادية أيضا، الذات المردود الاقتصادي تقصد؟ نعم. جميل. هذه وش هي أبو؟ هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه نبات الخرطة، وتسمى أيضا الزيتة، وتسمى اللغة العلمية المشهورة بهذه الجاتروفا كروكاتس، وهي نباتات بذورها ينتج الديزل الحيوي، وهو ديزل يعمل على تشغيل المحركات بكفاءة عالية دون أي تدخل جوهري في هذه المحركات. والآن بدأت شركة توتال وكثير من الشركات الغربية، خاصة شركة توتال، تستأجر هكتارات في أفريقيا لزراعة هذه الشجرة وإنتاج الديزل الحيوي أو الوقود الحيوي من زيت هذه الشجرة. وهي شجرة حقيقة تنبت بكثرة في جنوب الجزيرة العربية إلى منطقة جازان، ولا تحتاج إلى كثرة ري ولا تسميد، ولا تحتاج إلى حماية ولا إلى أسيج، لأنها تحمي نفسها بنفسها. ويمكن أن نستزرع الساحل هذا كله من الجوف إلى منطقة جازان، يعني لها فوائد عدة. أولا يكون عندنا طاقة بديلة نظيفة متجددة، والأمر الثاني ممكن نوقف زحف الغبار والرمال، وكذلك نخفض من درجة الحرارة لأنها يعني تتحمل أجواء الساحل بكفاءة عالية جدا. جميل. يعني نبتة محلية هي؟ أي نبتة محلية، وفي منها عندنا هنا في الجبال ثلاث أنواع من نفس الفصيلة. جميل. أي. جميل. ما شاء الله. هذه شجرة مزروعة هنا بكثافة، هذه تسمى الخيفان، تسمى أيضا في اليمن الورف، وهي جميلة جدا، من أجمل الأشجار التي يمكن استزراعها للظل. وهي والظل والرعي أيضا، وهي نبتة عاسلة كذلك، شجرة راعية يترعاها المواشي، والبروتين فيها عالي جدا، ومضادة الأكسدة فيها عالية أيضا جدا، كما أجري عليها تحليل جامعة الملك عبد العزيز. وهي باردة الظل وعاسلة في نفس الوقت، لها أزهار كثيفة بيضاء يعقبها ثمار حمراء، هذه زهرة تتهاوى عليها العصافير بأعداد كبيرة. هذه زهرة توها ظاهرة زهرة، لكن صار أكبر منها. طبعا الأصل أنها ضخمة، هي يعني ضخمة تكبر، هي شجرة تكبر، ولعلك دخلت وادي لج وجدت المطعم هذاك لوادي لج تحت أشجار ضخمة من هذه الشجرة. وهي ناسبت يعني زراعتها في المناطق الضخمة، سنأتي إليها بعد قليل. وهذه شجرة الضبر، هذه شجرة الضبر أيضا دائمة الأوراق، يعني تراها في الجبال القاحلة خضراء، يعني يانعة، والأشجار من حولها يابسة جافة، يتحمل العطش. وقد أوصت منظمة الأغذية باستزراعها في شرق أفريقيا نظرا لظلها ومنافعها الغذائية، لأن تنتج ثمار مغذية جدا. جميل. ظاهرة أبيض وباطنها أحمر مثل الجلي، لعلكم رأيتمها في الكتاب. وقالت العرب منذ القديم من الجاهلية أظل الظلال ثلاثة: ظل الضبرة، وظل التنعيمة، التنعيمة شجرة تنبت في أعالي الجبال، وظل الحجر أي الصخر، يعني كثيفة الظل. ولذلك رأيتمهم في سواحل منطقة جيزان أو في سهول منطقة جيزان يزرعونها على أطراف الحقول الزراعية بكثرة، قل أن ترى حقلا زراعيا إلا وبجواره شجرة ضبر لأجل ظلها، لأن أوراقها كثيفة جدا وغير متساقطة. جميل. نأتي هذه أيضا شجرة ضبر، هذه شجرة الحناء، هذا شجر الحناء، وهو يجود جدا هنا في المنطقة. سبحان الله، كنا نسقيه من المزرعة هنا ماء مالح، فكان منكمش جدا وكأنه يابس، فلما جبنا الماء الحلو العذب من هناك، وأيضا كان مسيطر عليها الجسم ذيك البزرومي. البزرومي كان كل الشجر هذا شبه ميت، أبي يطلع كل الشجر هذا، لما شلنا البزرومي طلع الشجر هذا كله. سبحان الله. أي والله، آفة. لما شوف الخط هذا كان كله بزرومي، وهذه الأشجار كانت بينه، مع أن هناك مسافات متباعدة، لكن ما نما شجرة. ولما اشتثينا البزرومي وقلعناه واشتثينا بعيدا، طلع كل الأشجار هذه كما ترى. حتى هذه الأشجار كانت متأثرة، ليس فقط هذا، حتى هذه اللي تبعد محل حول سابق كانت متأثرة جدا، يعني حتى في الإنتاج، حتى تذكر في أنت تذكر كأنها يابسة. هاي متى يأتي الدور على اليسار ولا في ال... نعم، ولا معدة ترتيب أنت؟ هذا سيناتي عليه. طيب يلا، هذه نشوف، انظر هذا الخيفاء اللي تحدث عنه، شوف الورق ما شاء الله، ورقها جميل ولامع. تصوروا يا اخوان لما يستزرع في الحدائق اوراق مثل هذه الاوراق الجميله والدليله واللامعه،
لما تطلع عليه الشمس الان تعكس لمعه جميله جدا وظليله وبارده، يعني بارده قصنا درجه والنبات نفس البيئه نفس بيئتنا من نفس البيئه قصنا درجه الحراره صيفا وجدناها تنقص درجه الى درجتين من درجه ونص الى درجتين. تصور لو عندك 1000 شجره 2000 شجره كل درجه كل شجره تنزل لك درجه تلطف الاجواء العامه، واشجار جميله ومحليه وليست دخيله وليس منها ضرر، وجذورها وتديه وليست عموديه وتوفر بكثره. فشوف يعني شوف سمك الورق سبحان الله سمك الورق، وهي نباتاتنا المحليه جميله، وايضا تستفيد ترعاها الاغنام ويرعاها يجرسها النحل وتتهاوى الطيور على ثمارها اللذيذه المغذيه بل ياكلها حتى الانسان. يا سلام شوفوا برودتها ما شاء الله. خيفان من الخيف، الشيء اللي العرب خيف. عندنا نسمي الخيف اللي يظلم، وفي اليمن يسمون الورف كما يقال ظل وارف اي كثيف. نعم هذه أيضا ظبرة يسمونها بمنافعها وأفعالها، يعني يلمحون صفة فيها فيسمونها بما يغلب عليها من الصفات. هذا أشجار البان، وهو الشجر هذه من نوع مورينجا برجرين البلدي، البان البلدي. البان البلدي هناك أيضا نزرع البان الهندي لأجل أوراق. البان البلدي عندنا نوع منه أتيته من هنا من السواحل من جهة نوان، ينتج ورق كثيف الورق، سأريك إياه بعد قليل. طبعا المحصول الرئيسي هنا هو أشجار البان البلدي، ننتج الزيت لأنه كثيف إنتاج الزيت بعكس الهندي. الهندي ما في هذا نفس البان بلدي، هذا كل بان بلدي هذا 4 كيلو ممكن تعطيك كيلو زيت، الهندي 20 كيلو ممكن يعطيك كيلو زيت واحد. هناك يعني ممكن تصور أوضح لك، وهذه اللي تغنى بها الشعراء قديما، ولا يكاد شاعر يصف محبوبته إلا ويشبهها بالبان، كما قال ابن الدبينة يا ضبية، عفوا ليس ابن الدبينة ابن الرضي، يا ضبية البان ترعى في خمائله لهنك اليوم أن القلب مرعاك، الماء عندك مبذول لشاربهم وليس يرويك إلا مدمع الباتي، أو كما يقال قال ابن الدبينة ألا يا صبا نجد متى هشت من نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، لأن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غصن من الباني والرندي، بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن صبورا وأبديت الذي لم يكن يبدي، وقد زعموا إن المحب إذا دنا يمل وأن الناي يشفي من البعد، بكل تداوينا فلم يشفي ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد. من البعد كيف يا بن في ما شاء الله سنتي لهنا. شوف هناك أمامي ما شاء الله المدخل هذا، هذه شجرة، هذه شجرة أتيت بها من تنبت في الحد الشمالي لها رجال ألمع، وجدتها في رجال ألمع في وادي رحب، وجبت أيضا بذور منها من الريث منطقة الريث. هذه نوع من أنواع السدر لها ثمار توكل تسمى النكر، وينطقون نتشر نتشر بنطق الشيء نحو الحر نتشر، هي نكر اسمها نكر، لكن ينطقون في عسير ينطقون نكر، أما في جهة منطقة الريس ينطقون نتشر. وهذه سدرة بعد ولا لا؟ هذا نوع من السدر محلي، هذا سدر محلي، وهذا سدر صيني ما شاء الله. يمكن أن ما شاء الله تستصبح بعض ثمارهم ما شاء الله، يعني راكب لكم جميل جميل. بس ما استوت ولا لا؟ إلا لا هذا النبق جدا. جرب بعض عطرايك ابو عبد الله، باقي 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 عليه التفاح، باقي عليه يعني حول اسبوعين كذا ويصير ألذ من منها الان. ما شاء الله سدر صيني بس والله المفروض كاثر يا ابو سعيد. هذا هذا والله نجح، نجح باهر رحت يطيح. انا عندي بس في نوعيه مختلفه يا اخي سلم. هذا الصف هذا من هنا من جهة نوان، لو تلاحظ كثيف الأوراق كثيف التفرع جميل جدا، وهي شجرة جميلة حقيقة حتى لو جداً. فقط تزرع لجمالها. عفوا الحين هذا البان بان الشاهي اللي سويته لنا الحين من الأوراق هذه، ها من هذه الأوراق وعز الله أنه من أفضل المشروبات اللي شربتها. أيوة حتى أفضل من الهندي، الهندي ما طلع بهذا الشكل. نشوف النمو هذا الدائر، شوف هذه الشجرة صغيرة قصيناها العصار طاح عصار أمانه، شوف كيف تنمو تنهض شكلها جميل بانة. حتى لو تزرع في الشوارع وتقلم وتقص يعني تعطي منظر جميل جدا.
وفيها ميزه يعني النحل والحشرات، الميزه اللي فيها انه ولو لم تكن مزهره النحل يجرسها. عجيب. من غدد من الغد، هذه الغدد، هذه الغدد في الاطراف تفرق تفرز رحيق ياتي عليه النحل، لكن لعلنا نجده تحت في المزرعه اللي تحت الاماشي ما نشوف. يعني يلقى الرحيق جاهز وياخذ النحل من هذا الغدد. الغدد هذه عند اباط الاوراق يخرج قطرات من الرحيق اللذيذ جدا، فياتي عليه النحل ويجرسه. وربما الرحيق الذي في اباط الاوراق اغزر واكثف من الرحيق الذي يظهر في الزهره نفسها. كميه اكبر. اي كميه اكبر. تفضل هنا، هذه تعال هنا حتى تكون صورة أجمل وأوضح. هذه شجرة الربقع، وهي شجرة من أشجار الصراع. أحتاج. ليس من أشجار تهامة، ولكن يعني ما شاء الله تظهر وتنمو وتزين، وفي الصيف تنكمش قليلا تسقط أوراقها في الصيف. فهذه شجرة شعبية عندنا، كانت تزرع في الأسواق، قل أن تجد سوقا من أسواق أهل الصراع إلا وفي شجرة الربقع، وقل أن تجد مسجدا خاصة المساجد الجوامع إلا بجواره رقعة من هذه الشجرة. هذه قاعة محاضرات نسميها. يعتقدون هناك شاع في الجنوب أن الأتراك الذين شجعوا أتوا بها وشجعوا، هذا ليس صحيح. هي من أشجار الصرا، وذكر أبو حنيفة الدينوري من أعيان القرن الثالث في كتابه النبات أنها من رواية عن أحد أعراب الصرا أنها من أشجار الصرا، وأنها تسامي العرعر في نموها، وهي شجرة معروفة يعني في المعاجم العربية. تسمى تالق أيضا. تسمى في أكثر الجنوب تالق، وتسمى في اليمن تولق أو طولق، وتسمى في ظفار طيق، وتسمى في سقطرة، ولغة السقطريين وأهل ظفار متقاربة، وهي المهرية يسمونها طق. ويظهر أن كل محرفة من تالق. سبحان الله. تالق والتاء أخت الطاء، وإذا ثقلت صارت طاء. جميل طاء. ولكن الرقع هو اسمها عندنا في الصرا، وهي تنبت إلى نواحي الطائف وتنتهي هناك. وهو اسمه في المعاجم الربقع. ايوه ذكر ابو حنيفه باسم الربقع. وشوف شامخه هذه عمرها، وهذه صغيره طبعا. هذه صغيره عمرها 6 سنه. هذه تعالوا هنا تاخذ صورتها من هنا اجمل واوضح. هذه الخيفه اللي ذكرت لك اول ورف. ما شاء الله. هذه عمرها 4 سنه. ما شاء الله. هذه عمرها 4 سنه. تصور لو زرعت هذه الشجره في شوارعنا. ما شاء الله. هذه 4 سنوات وظلها الحين 3 امتار. عمرها 4 سنوات. ماشي. تصوروا في شوارعنا وحدائقنا ولا تقص ولا يعبث بها، ايضا تبقى كما هي ظليله جميله، وزهارها بيضاء جميله، ثمارها حمراء، ايضا تجتمع احيانا اللون الاخضر مع اللون الابيض وهو زهارها مع اللون الاحمر وهو ثمارها، تعطي منظر خلاب جميل جدا لشوارعنا وبيئتنا، وخاصه ان نبته محليه وليس منها اضرار كالاشجار المستورده. منتشره. اي من نفسها ترى، شوف انظر يا اخي، شوف لا تسقى، هذه لا تسقى، وشوف ناميه من غير ان تسقى، من 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 ثمار المتساقطه من شجره نبتت تحتها وانتشرت كما قلت لك في كثير من الحقول المجاوره. يعني شوف حتى اغصانها، شوف اغصانها تم، اذا اردت ان تشم مزهره وفيها ثمر قويه جدا، يمكن تستخدم ايضا في الصناعه الخشبيه. قويه جدا، كانوا يصنعون منها في جنوب الجزيره العربيه. الصحاف. اللؤمه ولا يعني المحراث. ايوه قويه جدا. اللومه. نعم. مع كونها سريعة النمو لكنها قوية في نفس الوقت. شجرة اللبخ، هذا الصف للبخ. لبخ. ما شاء الله. هذه شجرة اللبخ. ما شاء الله. وهي شجرة من نوادر الأشجار في الجزيرة العربية، شجرة معمرة ضخمة جدا ترتفع إلى نحو 50 متر، ويصل قطرها أحيانا إلى نحو 11 متر. هذه الشجرة ولها ثمار توكل وأخشابها قوية جدا. ذكر ياقوت أن كانت من محاسن مصر إلى القرن صاحب الخطط المقريزية. نعم. ذكر أن كانت من محاسن مصر للقرن السابع، فقضوا عليه لأنه كانوا يصنعون منها المراكب، وميزتها في صناعة المراكب إن إذا وضع لوح منها إلى جوار آخر فإنه يلتحم ويصبح كأنه لوحا واحدة. وقد ورد فيها أثر أن بعض أنبياء بني إسرائيل اشتكى الحفر أي النخر أو التسوس، فقيل له كل اللبخ، فأوحي إليه أن كل اللبخ، وهذا لعل تدرس بعض الخصائص فيها، لعل يوجد فيها ما يكافح التسوس. جميل جميل. ولها ثمار لذيذة، يعني رأيتموها أمس في جبل شدا توكل. هذا شطب، هذا كما ذكر الدكتور عبد الرحمن هو أساس النخل، وكان الناس وكان المزارعون من أهل بيشة وأهل تبالة يصعدون إلى أعالي الصرا في بطون الأودية، هو ينبت في الأودية العالية
فياخذون من ذكرها الفحال من طلعها من طلع الفحال ياخذونه ويلقحون به الاناثي المزروعه، يعني يلقحون بهذا الوحشي البري فيجود الى ثلاث مرات او ثلاثة اضعاف. التفسير لذلك والله اعلم ان الشجره هذه طبعا متفرعه، لان المزروعه يعني متفرعه او اخذت من هذه قبل يمكن 10000 سنه 15 الله اعلم متى بدا استزراع النخل. فحينما تلقح النخل المزروعه بنخل ذكر فحال وحشي الأصلي، فكأنك تعيدها إلى الأصل. ويعني صورة تقريبية، إذا صورت صورة ورقية من صورة ثم صورت من الصورة ثم صورت من الصورة تضعف 10000 صورة وكذا تضعف وتبهت. فإذا رجعت إلى الأصل وصورت منه ترجع الصورة قوية. فأنت حينما تعود إلى الأصل، أنا هذا الذي فسرته، حينما صحيح. تعود إلى الأصل، حينما تعود إلى الأصل صورت الصورة الأصلية تلقح منه فترجع للصورة الأصلية. جميل. ولها ثمار توكل، لها ثمار يسمى قلت ماذا يسمى؟ يسمى الشطب. عندنا الصراحه تنمو النماص ويسمى الغضب طبيعي هذا النخل البري اللي في الاوديه. اي هذا النخل البري وهو ناعم وقليل الشوك وقليل الارتفاع ايضا من حاله. أيوة. وقليل الارتفاع ولا يثمر. لا لا يثمر، ثمار لذيذه وناكلها هنا في المزرعه. أيوة. لذيذه جدا. صح اللحاء لحاؤها او اللحم الذي عليها نحيف. أيوة. جدا لكنه لذيذ جدا. ايوه هذا الكادي، هذا الكادي وهو الذي أكثر شعراء من ذكره، ولعلكم تحفظون بعض القصائد التي تذكر الكادي كما ذكر الشعراء المتقدمون البان. وكبير والله ينمو يعني بشكل كبير منتشر. هذا كان أنا زرعته فرعا واحد هنا فرع واحد قبل حوالي 7 سنوات 8. شوف الآن كيف مشت وانتشرت وربما تغطي المكان كله مع الزمن. ناتي قدام هذا سدر. ها هذا سدر هنا نبتت مثل القانف. هذا لبخ أيضا ما شاء الله. اللي صار هنا ما شاء الله البان ضخم عندك ما شاء الله. هو بعضه كمية كبيرة بعضه بالبذور ما شاء الله. الله يبارك لك. أتيت وجدتها فقط في مكانين، في وادي لجب وجدت 5 منها في وادي لجب. أيوة. يسمونها الخيزران. إيه؟ يسمونها الخيزران. وجدتها 5 منها فقط في وادي لجب وهي طويلة جدا تسامي الصومل هناك. وجدتها مع الصومل تنمو بطول الصومل واللبخ ولها جذع هناك أبيض إذا طالت. وهي لم تصنف، تسمى في وادي لجب عند أهل الريف يسمونها الخيزران، وهي تطول على عمود مستقيم كأنها سبحان الله شجرة القشطة. أيوة. وهي نادرة جدا ولم تصنف ولم تذكر شيلة ولا غيره ولم يصنف أحد. عجيب. أي نعم وذكرتها في الموسوعة. كلامك يقول يسمونها الخيزران يعني ما هي بالخيزران المعروف. لا لا ليس بالخيزران المعروف. أيه. لكن هم يسمون الخيزران. وجدت أيضا في وادي الأيتام أظن. وادي العين في جبل الأيتام من جبال العبادل وجدت شجرة يعني. واحدة فقط هي شجرة واحدة يسمونها القشار هنا. عرفت كيف؟ وهي نادرة نادرة جدا. أنا سألت أهلها قالوا لم نراها في مكان آخر غير هذا الوادي. أما في وادي لجب فوجدت 5 منها وربما تكون موجودة في بعض الأودية، لكن أنا الذي رأيتها في وادي لجب ولم تصنف قلت إلى الآن ولم تدخل في الفلورا السعودية أو في الغطاء النباتي السعودي الآن كنبتة يعني محلية. وعندي منها 2 وجاي أكاثر منها الآن تحت في المشتل في النباتات النادرة. حلو حلو. شوف نقص هذه للتكثير ما شاء الله. أيوه. هذا القطن هذا القطن أتيت به من فيفا وهو قطن الناعم. هذا النوع الزروع اللي كان يزرع قديما في اليمن وهذا النوع طويل التيلة ناعم جدا. تفضل. الله يجميل. يعني هذه من ثمرة واحدة، هذا كله من ثمرة واحدة. هذا من ثمرة واحدة ناعم جدا وهو ناجح جدا أكثر أرباع 3/4 السنة وهو مثمر. يعني يمكن أن نزرع الساحل هذا كله أو نزرع هذه المناطق المنخفضة من سهول التهامة نزرع بهذا. شوف يا نعم هذه من بذرة واحدة. هذا من بذرة واحدة يعني يمكن نزرع كل ساحل فيه نقيم مصانع للحياكة والنسيج ويعني نصنع الملابس والمنسوجاتنا كلها ولا نحتاج أن نستورد. طيب حالة هاي الماء قليلة معتادة يعني ليست كثير لا تحتاج الماء كثير. وهي من نبات المنخفضات الغور هنا. أيوه. هذا القطن اللي كانوا يزرعوه أتيت به هذا من الجنوب. وعندنا نوع هنا ينبت بري في الجبال النوع البري سأتي إليها الآن بعد قليل. طيب. هذه الشجرة اللي تراها أمامك هذه الشجرة عمرها 5 دنيا والقصية الكبيرة هذه عمرها 5 سنوات تصور. أيوة. هذا اسمها ثعب سريعة النمو قوية الساق. الثعبين سريعة النمو قوية الساق يعني من نباتات المراعي والنباتات ما شاء الله. أيضا
عسلة عجيب سبحان الله، يعني إذا أكل أحد هذه عمرها 5 سنوات، هذه الضخمة ذي تقريبا دخلت السادسة، دخلت السنة السادسة. كأنها سدر كذا. لا لا ثعب، ثعب هذه ثعب، وهي نبتة جميلة ظليلة سريعة النمو، ولولا أن إعصار جانا العام وكسر الفرع أو جزء منها كبير رأيته أكبر من هذا. شوف كسر الله يبارك أبو سعيد كوخ. أنا سأفكر والله أعمل كوخ هنا وجلسة هنا، بس خلنا تصلب شوية عشان تتحمل، ولا بعمل كوخ بإذن الله هنا. تصور يا اخواني استزرعناها في طرقنا وحدائقنا وشوارعنا، تعمل ظلال في الشوارع بدل ما نقص من الاشجار، تعمل ظلال خاصه في الرياض، منطقه الرياض مناطق حر وسخونه وجفاف، ازرع مثل هذه الاشجار. طيب انت الان تقول انك ستصنع كوخ، يعني لماذا؟ لانها متينه يعني؟ لا لانها متفرعه متفرعه، جاي موقع مناسب كذا. وياتي سياحنا ونعد لهم شاي، يشربون شاي، يشربون فنجان قهوه السياح الذين بالراد ب10 كل بالراد ب100 ويذهبون يكملون مسيرتهم شاي جمر. قلت انه بعض المشروبات بعض شوف هذه نسين، هذه الشجره المتسلقه، هذه المتسلقه جبتها من جبل لبيبه جنوب محايل، ما شاء الله. بعد سنوات انا احاول كثيرا فشلت اخيرا، هذا لعله مبارك، فاحنا جيزان حضرنا معرض وعدنا الى هذا المكان وختمنا عقل فنجحت الحمد لله 3 منها. كم لها الان ابو سعيد؟ لها من كم 3-4 سنوات 3 سنوات يعني او 3 سنوات. شو اسمها؟ والله يا شيخ كنا كان اسمها يسمونها حنجم، حتى مره حنجم حنجم يسمونها من؟ اي يسمونها حنجميه، اهل 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 جبل لبيبه، اهل جبيبه اللي هم من المنجحه وبعضهم بني شعبه، وهي نادره ما رايتها الا في مكان واحد اللي غرب حائل، جنوب محايل، جنوب محايل جبل لبيبة هذا، أي جنوب محايل، وفي عين حارة هناك أيضا، وهي منطقة منسية تقريبا ما أحد يعرفها، فمتسلق وتعمل سياجات رائعة جدا وسريعة النمو، وتزهر إذا أزهرت بكثافة عالية، وهي أيضا عاسلة وظليلة وتمرع وتنتشر، سترونها فوق فوق على شيء فوق تعدت. شوف هذه الطيفان كتمت، هذا هذا شوف ينبت من تلقاء نفسه. هذه وش هي بعد هذه؟ هذا هذه من نفسها ياتي بها الطيور، وهذا الاراك ايضا من تلقاء نفسه، تلقاء نفسه، وهذه من نفسها والله هذا حق السوك. وهذه شوف الان، لكن هذه وش الشجره الكبيره هذه؟ هذا النيم، النيم الهندي، النيم الهندي، هذا العصم. اها ما هي محلي، هذا العصم، هذه شجره العصم. هسه دكتور من فوق نصورها من فوق عجبك. هذا البطل، هذا القطن جبلي، هذا القطن طبيعي شكل آخر طليعته، كانوا يفضلون هذا القطن لأنه أخشن، أخشن ويعطيهم سمك. هذه بذور هناك متلاصقة ضفيرة على شكل ضفير، هذه حبة حبة وهي جميلة أيضا، يمكن يستزرع في الأفنية أو المداخل البيوت للزينة. هذا القطن يختلف عن الشجرة الثانية؟ القطن عن الشجرة البلدي، هذا البلدي، هذا في ينبت بري هذا. هذا القطن البري، هذا القطن البري. هذه شجرة، نعم هذه شجرة اسمها في العربية اسمها الكلهمة. أيوة. اسمها في العربية الكلهمة، لم يعد منها شيء في المملكة، وجدت منها 4 في اليمن، وجدتها في التربة منطقة زبيد، وجدتها في دقم الغراب قرب تعز، وجدت 2 منها في وادي العدين، في وادي العدين في وتحديدا في عنة، وادي عنة في عمان، وجدت 81 شجرة، واحدة في ظلكوت كبيرة ضخمة، و80 شجرة وجدتها في وادي حشرهم بجبل سمحان، ومن تلك الأشجار أخذت بذور هذه الشجرة الأمهات عام 29-30، وزرعت عندي منها حول 7-8 في المزرعة، وهي الآن عادت بهذا الطول، يعني كم تقدرون طولها، وهي شجرة من أكثر أشجار الدنيا تعميرا، تعمر. اللي وجدتها في تعز عمرها 300، طبعا خبراء هناك وكاتبين لوحة، عمرها 3500 سنة. في جنوب أفريقيا في شجرة عمرها 6500 عام، عمرها 6500 عام في جنوب الصحراء الكبرى، طبعا تم بتبرين هناك ويستكملونها في تخزين المياه، تخزين المياه في موسم الأمطار 3 أشهر تفتح لأنها تتجوف من الداخل، فتفتح ويعبونها من 20-22 طن، ويأتون في مواسم الجفاف، وقد ذهب نحو 2 طن منها، لكن يجدون ماء بعد أن عبوه ملوثا بالطمي والروث أكرمكم الله والشوائب، يجدونه ماء نقيا لا طعم ولا لون ولا رائحة، سبحان الله. أي عدا عن فوائدها وثمارها المغذية واللذيذة اللي يسمونها حبحبوه، كانوا يبيعونها في جدة حبحبوه، لها ثمر طويل في حموضة، ولذلك لها فوائد عظيمة لا تقل عن فوائد البان، وسيأتي يوم من الأيام تشغل الناس كما أشغل الناس الألبان اليوم أو المورينجا. في جنوب أفريقيا بما أنها مجوفة، فاتح فيها صاحب المزرعة هذه في مزرعته، فاتح فيها كوخ ويستقبل السياح، دخلوا سنويا منها من حوالي 10 مليون دولار
فلما رأيت هذه الفكرة وعجبتني وراقت لي قلت إن شاء الله بعد 5000 سنة أو 6000 سنة ما يصل عمرها سأعمل فيها لماذا تضحكون؟ أعمل فيها فتحة ونستقبل السياح. أقول 5000 سنة أنت بتعمر هذا العمر؟ يعني تستكثرون علي يا شيخ. أنا طموح. وهذه نطقها اسمها ينطق اسمها العربي الكلهمة. الكلهمة. ذكرها أبو حسن الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب وقالت إن كانت مزارا للناس من ذلك العصر من القرن الرابع وهي ما زالت بهذه الضخامة لكن الآن صوروا عليها عملوا عليها صور وأتوا بحارس. يعني شخصي يحميها من بعض التجار والتي يحمي هذه الشجرة للناس يعني تغرس فيها مسامير وتعلق فيها بعض الأشياء الشركيات كذا فهم يحمون الآن حفاظا عليها هي في العادة لا تنبت إلا على ما جاري الوادي الآن الذي نبتت عليه قديم نزل حوض 200 متر فيظهر أن عمرها هذه 3500 سنة أو أكثر يمكن من عهد سيدنا الهمداني ذكرها بصفاتها ذكر بصفاتها ووصفها في مكانها وذهبت إلى مكانها ما زالت شجرة ضخمة معمرة سبحان الله واكتب شجرة الكلهمة أو الكلهومة يسمون الكلهمة أو الكهومة ويسمونها شجرة ابن الغريب وبعضهم جهة وادي العدين يسمونها شجرة الديباج تحتاج رحلة هذه نعم رحلة من فين أتى التبلدي اسم التبلدي اسم أفريقي أفريقي يسمونه باب واب أيضا لها اسم آخر كذا. ورقها يطبخ مثل الملوخية. يطبخ مثل الملوخية ولذيذ. وأنا أقول. بعدين تصبر. الشجرة الذي تعيش هذا العمر الطويل كله لا بد فيها بإذن الله وقدرة الله عز وجل من مضادات الشيخوخة أو الأكسدة والمغذيات والفيتامينات وما يجعل هذه الشجرة تعيش هذا العمر الطويل جدا. فأقول لو أكلها الإنسان أو الحيوان فلا شك بإذن الله أن تنتقل هذه الفوائد العظيمة من مضادات الشيخوخة أو الأكسدة إلى. الغصن حتى تأخذ وتخليه أسبوع برا ما يجي. أيضاً نكاثر من الأشجار هذه المفيدة. جميل. وهي من أشجار الجزيرة العربية لا وشكت عن كذا. شوف النخل هذا سوف نبكر في الأزهار شوف بدأ يزهر هذا. الشطب. الشطب. وهي حالة مبكرة يعني. ليس وقتها. ماشي. هذا الصوملة. هذا الصوملة. هذه شجرة وجدتها فقط في مكان واحد وهي نادرة. أي واحدة؟ جداً. من أندر الأشجار في العالم وجدتها في محمية برع هذه الشجرة التي أمامها اسمها القللة وجدتها فقط في محمية برع محمية برع هذه محمية برع شوفها ترى وجدتها في محمية برع شرق الحديدة ما وجدتها في مكان آخر وجدت باحثين نباتيين في المحمية هنا يقولون من أندر الأشجار في العالم وجدنا منها 5 فقط في المناطق المدارية في شرق أفريقيا مع المنطقة هذه التي ذكرت وهي محمية ورع وهي نادرة جدا وكثرتها في المشتى الآن نجح منها 4 إلى الآن ما شاء الله وإن شاء الله ينكثر منها زيادة وإذا أزهرت تزهر أزهار في غاية الجمال تعطيك لونين لون أبيض ولون وردي يعني تشبه لون الشماغ الذي ألبس سبحان الله وتزهر بكاملها يعني طريقة نموها بالشكل هذا هي الطبيعية تنمو بهذه الشكل هي ضخمة تنمو بهذه الشكل ضخمة ومتسقة على السقف زرعتها هنا في آخر 31 كملها من 31 الآن لنا 7 سنوات تقريبا هذه عمرها الآن 7 سنوات ما شاء الله أي ويمكن أن تكاثر وتزرع في شوارع فهي من نبات الجزيرة العربية جميل ضخمة تطول جدا يقال لها شجرة ماذا؟ القللة القللة ولعل أنا فسرت قلت لعلها لقلتها أما من القلة وهو العلو قلة الجبل أو علوه أو من القلة من القلة لأن نادرة لا يرونها كثير هم يقولون يقولون قليلة القليل الأول أصح أي يقولون قليلة لأنها تستقل بعدها شوف فعلا الآن شوفها مستقلة بين الأشجار ما شاء الله الجميلة هذه وش هي هذه خيار سمبر شو اسمه خيار سمبر محلي هذا دخيلة هذه ليست من آه طيب طيب. بس إن لها زهرة يمكن تطولها متر زهرة متر طول تستطيل متر طولها يعني عنقودي على شكل عنقود في أشجار أخرى لكن نبغى نكسب الوقت على المزرعة أي والله تكفى بس هذا البان من رأس مسندم في عمان ما شاء الله من رأس مسندم دخلنا رأس مسندم في عمان أولة العام وجبت منه بذور وزرعته طلع تماما مثل البان اللي أتيت به من العلا والشمال أيوة كنا مرحام بينهم لا لا الخط على خط عرض واحد أيوة النبات يحكمه خط العرض وخط الطول هذا الضبرة انظر كثافة أوراقها ما شاء الله وجمالها جمالها أيوة جميلة جدا وهي صغيرة لا تسقط أوراقها انظر ما شوف لا ترى لها أوراق متساقطة لا تسقط أوراقها وهي جميلة جدا ومخضرة طيلة أيام السنة طيلة أيام السنة مخضرة لا أوراقها لا تسقط وظلها بارد وايضا ما وال كثير من الطيور تجدها نجد عشاش الطيور هنا شوف ربما نفتح اي مكان نجد عش لانها بارده شوف والله بالمصادفه نجد عش مليء جدا بعشاش الطيور لانها توفر ظل وكثافه واختباء تام لحظه فيها بيض ليش وصلت الان لا ورقه صفراء
ايضا اصبحت البيئه هنا بيئه حيويه، عندي نبع 7 انواع من الطيور تقريبا استوطنت المزرعه. ما شاء الله. وش عطنا معلومه عن الطيور بسرعه كذا؟ طيور مثل الحمام البري بنوعين، نوع من الحمام، نوع من طبعا طائر النساج مستوطن هنا، ببغاء في 4 ازواج من الببغاء مستوطنه هنا. ما شاء الله. طائر التمير، نوع من التمير يسمى طائر التمير، نوعين من التمير، طائر الشمس الفلسطيني وطائر نوع اصفر له ذي طويل مشقوق من طرفه، نسيت اسمها الان. التمير ولا غير التمير؟ من انواع التمير المصري؟ 3 انواع، المصري الاصفر، الاصفر اي المصري يسمونه المصري، التمير المصري. شوف هذه بانه مزهره. اوه ما شاء الله. انظر لازهارها جميله جدا ولها رائحه فواحه جدا، ويكثر عليها النحل يعني في الصباح الباكر يكثر عليها باعداد كبيره. وهل يريد عسل بان؟ جدا. عسل من اغلى الاكلات. سبحان الله. لكنه ما هو مشهور يعني. قليل جدا، زي زيته ليس مشهور، قليل جدا، لكن عسل لها رائحه فواحه جميله جدا. والله رائحتها زكيه، شمها الان. تعطر المكان ولو عسل كثير جدا، لكنه قليل، الناس ما تستزرعه. تو بدات الناس تزرع وبدا بعض الناس ينتج عسل البان. كم يباع كيلو حقه الحين؟ من 1000 الى 1500 ريال. سبحان الله. اي نعم. وهو نادر ايضا، مطلوب لو حتى. والله انا اول مره اسمع في عسل بان. شوف هذه الشجره مهجنه بدل نبتت من تلقاء نفسها. نشوفوا تركنا لا نسقيها ولا نرعاها ولا نهتم فيها. اللي هي الطرف هذه. هذه على الطرف. وش هي؟ بانة مهجنة. تفضل. ما شاء الله. رائحة جميلة. رائحة البان تأتي هنا. هذه وش هي هذه؟ هذه الشجرة سميها حوجم. هذه لها محلية؟ زهر. أي محلية. جيت من فيفا، لها زهر جميل. لها زهر جميل جدا، 3 ألوان، تعطيك 3 ألوان، أبيض وأصفر وزهري، في غاية الجمال هذه الشجرة. اسمها إيش؟ يسمونه حوجم في أهل فيفا، وكذلك أهل رجال المعتم، حتى في رجال المعتم. هذا زهرة الآن؟ لا هذا ثمرها. ثمر؟ هذا ثمرها. هي تفضل. وهذا الرمح، هذا محلي يعني. معظم الشجر ترى محلية، كل الشجر أي شجرة محلية. لأن شكلها غريب. هذا الرمح، لكن هناك مزهر أكثر. طيب. ما شاء الله. هذه هنا طبعا اشياء طيورنا واغنامنا وحظائرنا. ما شاء الله ما شاء الله. الغنم حقيقه لا اكثر شيء للبيت. رومي وهذا حلو. شوف ما شاء الله. هذا ما شاء الله. يعني ان شاء الله حبشي هذا، عفوا. الاسبوع القادم سناتي ابن عام هنا. ما شاء الله. طواويس باذن الله تعالى. اتفقنا مع هذا الاخوان من جده نذهب اليه. ما شاء الله. اللي بعده؟ تفضل. هذه الشجرة، هذه اللي في الوجه. هذه اللي أتيتها من عمان. الكبيرة هذه جميلة جدا، من أنواع الرقع، جميلة جدا، تقاوم الحر، تقاوم الجفاف، سريعة النمو، لها ظل وارف يمتد محيطه تقريبا أو قطره إلى أكثر من 100 متر، فهي من أفضل الأشجار اللي تزرع في الحدائق بالذات وفي الأسواق. وجميلة وجميلة جدا، جميلة جدا. وهذا الشجر، هذا النوع من صبارته الكراث. أي واضح. هذا الكراث هذا موجود. وهذه الشجرة دكتور اقرب منها. شوف كيف مسوي فل، يعني حتى الواحد عنده مثلا مكان عريش يبغى يعرش، ترى هذه تغطي تعمل ظل وارد. عباره عن سياج قوي. سياج قوي جدا. والشجره هذه اسمها؟ اسمها الحنجم، هذه اللي ذكرنا عنها قبل قليل. هذه صغيره هذيك اجل. في جبل لبيبه بس جنوب محايل، وهي نادره ما رايته الا في مكان واحد فقط لا غير. تفضل. ما شاء الله. هنا وفي تشابه الكراث قصدك؟ اي هذا الكراث اللي اي ما شاء الله. هذا الكراث اللي ينتج العسل. وهذا اللي قلت لك نوع من انواع الرقع. ازهاره زي ازهار العنقة والعنقة حتى. اي وله عسل حار جدا، ولكن رايت لا هذا يسمونه الصاب الجبلي، وهذا الكراث يسمونه اسم العربي الكراث، وهذا في اهل المدينه يغالون فيه جدا، يعتبرونه من افضل اعسله الدواء. وحار جدا اذا اكلته حار، لكنه يقتل جميع الطفيليات والبكتيريا وجرثومه المعده. وجرثومه المعده هذا عسل، وعسل الكراث. وهذاك اللي بين الشجره اللي هناك زيتون زرعته للتجربه، ننظر هل سيصلوا عندنا. الحين سياج
ثلث الربع. أيوة. خذ هذه صورة مقربة لهذه جميلة. هي هذه اللي تقول من عمان. أيوة. الرقعة تأتي بها من عمان وهي جميلة سريعة النمو. هي تنمو أفقيا، تمد جذور هوائية وتنمو أفقيا إلى حد 150 متر. ممكن تعطي ظل 150 متر في الأفق، وهي سريعة النمو جميلة وتتحمل أقصى درجة الحرارة ولا تتأثر بالحرارة قط ولا بالسموم. وهذه وش مشبك عليها؟ هذه ايوه هذه مهمه جدا. اتيت باربع عقل منها من جبل تهوي لين تصل الارض، من تهامه في خاط من تهامه بني شهر وبني عمرو. بالصدفه احنا امشي في الجبل في خريف العام الماضي وصادفته مصادفه، ففرحت والله كثيرا لاني ظنيت انها منقرضه من المملكه. اسمها ايش؟ انا رايتها في اليمن، اسمها بدح، يسمونها في بدح. رايتها في وادي سردد، في منتصف وادي سردد، باعداد لا باس بها، وهي حتى ايضا في اليمن قليله. يستوردونها الآن في بعض الحدائق الكبرى في الرياض وبعض القصور وكذا، يتم يسمونها لسان العصفور ويستوردونها من الخارج، لكن هي من نبات المملكة العربية السعودية وهي نادرة جدا ومن أجمل النباتات. وجدتها في النمص؟ وجدتها في تهوي. في تهوي، تهوي خالص، جبل تهوي. أيوة، هو من أجمل الجبال التي زرتها الحقيقة. في علوة فوق؟ في منتصفه. اي تحت الكمام وجدتها، وما زال موجود منها كمية هناك، واحدة شجرة واحدة فقط. سبحان الله. الثعب اللي ما كنت أظن أنه ينبت فوجدت منه أعداد هائلة. الثعب اللي هو هذه الشجرة اللي تحت. أيه. هذه لبخة من الهند، وعفوا كلهما، هذه كلهما، هذه الآن مسكر علي خوف عليها. أي خوف؟ لا أبغى كثير خوف علي منك كذا حتى أبدأ عقل منها وكذا تصير. تصير باجي في الليل كذا. تصير اشهدوا علي. يقول بيجي في الليل. أنا مسجل. اشهدوا علي. لم تنسك بعدين. كم تدفع رجعها؟ أسلم. شوف خذ صوره لهذا، شوفوا مجل الحشرات عليه، هذا الكراس وما شاء الله حجمه كبير، هذا ما يجي بالحجم. هذا نوع من الصاب النادر في تهامه عسير، يسمونه شرمه هناك، في عسير يسمونه شرمه، وله عسل ايضا يكثر في الجبال هناك، له عسل يسمونه عسل شرمه، وليست عسل شرمه الحجاز حقتنا، شجره شرمه الحجاز من الفصيل الشفوي، وعسلها بارد وابيض لذيذ ما هو حار. هذا ايضا لذيذ لكنه حار، حار جدا. هذه كانوا يعملون ماذا؟ يأخذون بعض غسانة ويضعون على الحنيف ويطلع في حرارة كأنه فلفل، كأنه مفلفلوه. هذا لا غنم ولا إبل أبدا. شوف كأنه مسامير جدا. شوف 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 هنا الضخامة هذا. خلاص أسلم. الله ضخم جدا. تفضلوا عشان ننزل تحت ناخذ نظرة. طيب. هذا صاب. صاب لكن نادر جدا، النوعيه هذه نادره جدا. يعني نوع من انواع الصاب النادر. حقيقه مكانها كان توجد في وادي الاحساء في مكان اسمه الخريق. فهناك انشأوا حديقه والناس توسعت باحواش فقضوا عليه جميعا، وجدت فقط سبع شجيرات منها في من هناك ندرتها من اي ناحيه يا ابو سعيد؟ انطلبوها زرعت 100 صاب هناك فوق المقبره. اقول الندره من اي ناحيه؟ الصاب معروف مشهور. لا النوعيه. ايوه هو تحت الانواع حين يكون انواع نادره حتى علميا ما صنف. ما صنف اسمه اخذ اس بي يعني عدم التصنيف. طيب عفوا اقصد وش يختلف عن الصاب العادي؟ وانا اشوف شكل واحد ينبت كالشمعدان يطلع ثم ينزل العود ثم يرجع يطلع هكذا كانه شمعدان. هذا ميزته وهذا نادر جدا، يعني ما رايته في غير هذا المكان. الصاب كثير وانواعه. اذا قضيت الالتفاف الندره في شكل التفاف هذا. ايوه ثم ينزل ثم يرجع يطلع من جديد مثل الشباب، وسأريك إياه في الموسوعة بعد قليل. شكله جميل جدا. طيب احنا رايحين وين الحين يا أبو سعيد؟ رايحين للمزرعة اللي تحت والمشتل، مشتل النباتات النادرة. ما شاء الله. هذه نبتة الحبة اللي أتيت بها من ديسة وكاثرة، وهي محلية تعتبر. محلية نعم، تسمى في عمان الحبة، قلت لكم تسمى يسمونه هناك دفلة في الشمال في ديسة، وهي تنبت برني. هذا أيضا نوع من الياسمين نسميها القان، أصل موطن شدا، وهو ياسمين مميز، رائحته مميزة جدا. الرقع بنوعيه ما شاء الله. طبعا احنا نكاثر نزود، طبعا نزود أعداد أكبر من هذه، لكن شغالين في المكاثر. هذا الرقع بنوعيه، ومن أراد منكم أي شتلة يأخذ ما شاء الله. الله يكرمك. أيوة. الله يكرمك. هذا الخيفان أو الورف اللي قلت كان كاثر، شغالين كاثره. هذا الإبرة أو الجميز أو الإبريم، العبرية اسمه إبريم بنفس الاسم، تسمى سقم أيضا وسقميم. هذا القطن البلدي، هذا النخل جاتني بذوره من جنوب أمريكا، نخل مميز جدا له ثمار زي المشمش، يعني إذا أكلته يذوب ماء في فمك. سبحان يعني الله، فيه مليء بالماء. هذا الرنف. الرمف اللي رأينا مزهرة قبل قليل، رمف يسمونها في الجنوب رفة، في رفة بيدغام النون في الفاء.
طبعا المشرب والله يا ابو سعيد ورقها قريب من الحمر. صح صح من نفس الفصيله. من نفس الفصيله. هنا ايضا كل العراقي. هذا لوبيا هندي جميله جدا. هذه وش هي؟ هذه لوبيا هندي. لوبيا هندي زهرها ويوكل ثمرها زهر لها زهر جميل للغايه. هذا ارقان. هذا اتيت رحنا المغرب في شهر 7 في رجب العام الماضي جبنا بذور الارقان وزرعناها وطلعت كلها. اي الارقان هذا الارقان يسمونه. ايضا له زيت عجيب. يا محمد لا تسقونه بالله ونقولوا في منطقه فيها شمس مش مساء لا تسقونه بالله عشان كان عفن من كثره السقيا. هذه كلها بذور اكثرها بذور ما شاء الله شغالين على بذور محليه ما شاء الله. اللي ينبت من هذاك لبخ. شوف نبت ما شاء الله. وهذا ايضا لبخ. هذا لبخ جميل. هذه بذور ما طلعت. هذه الكمور هنا. ليش هنا الكمور؟ كمر العقل. ايوه العقل مكموره هنا. العقل اللي يجيني هي ناتي بها من الجبال والاوديه اللي تقصقصها. اي نقصقصها ونكمرها هنا من شهر الى 4 من حدود شهر. وش عمليه الكمر؟ ناخذ العقل ونضعها في تربه. أيوة. ونغطيها نمنع عنها الهواء ونعطيها تعطيها دفء ورطوبه. اها اي بعد ان نضع عليها يعني نعالجها بهرمون نمو وبعض المضادات الفطريه وتنبت في الغالب في خلال يعني او تجذر في خلال 20 الى 30 يوم. وانواع متعدده ولا نوع واحد؟ والله انواع احنا نخلط لكن عندي ان شاء الله توجه. حنجم شتلت منه؟ اي شتلت منه. هذا كل البان المهجن ما شاء الله. زرعته هنا حوالي 600 شجره لميزته لانه يعطي اوراق ويعطي ثمار. تعالوا هنا في اشياء بدات تزهر بكثافه عاليه ما شاء الله. حلمه جديده كانت قاع صفصفه. كم عمر هذه يا ابو سعيد؟ 9 شهور تقريبا ما شاء الله. هذه 9 شهور هذه؟ 9 شهور ما شاء الله. الغابه هذه 9 شهور ما شاء الله. ما شاء الله. شوف الميزه في المهجن هذه لا تجدها في الهندي. شوف 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 الميزه في المهجن. شوف تعال شوف شوف الكثافه الزهريه. وهي هذه اقرب للهندي في اللون الازهار وهذه اقرب للبلد. شوف هذيك. شوف الفراش كله على الخط هذا على يمين ايضا مليء. البذره يا شيخ البذره لما تكونها شديده الورقه. تعال شوف الميزه هذه. شوف لا تجدها لا في الهندي ولا في البلد تجدها في المهجن. كونه يعني تلي يزهر والعود من منتصفه الى اعلاه مزهر. سبحان الله. شوف الرحيق. شوف الرحيق اللي ذكرته لكم صباحا اللي لا. يخرج من من اباطل عسل. طبيعي. شوف يا شيخ زي المن. هذه ما زي المن. سو كذا اطعمه يا شيخ. سكر. سبحان الله العظيم. شوف اي والله شوف شوف هنا. شوف هذه. شوف واحدة الأم نفس الأم. هذه هندية. هندية هندية مهجنة وطلعت هندية. نزع عرق. هذه نزع عرق قوي. شوف الزهر بيضاء خالصة والورق مع أن فيها التهجين. فيه ولاحظ ولاحظ التهجين يعني يمكن فيها 10-90% هندي. شوف هذه الزهر أبيض خالص هندية. أقول ما تعطي من التهجين 10%. إذا كلها بان هذه. ها المعاني معاناة البان يعني له يعني أعداء كثيرة. حشرات يرقات تهاجم تأكل الورق وتأكل الزهر ولازم مكافحة. يعني الحشرة القشرية أيضا تعبتنا تهاجم. الطيور أيضا تهاجم لكن الطيور ميزتها ما تأكل الزهر تأكل الأوراق. يعني البان كل شيء يأكله كل شيء يهاجمه. سبحان الله العظيم. والله كل الحشرة تترك الأشجار لا تأكل البان وكأن بغريزتها وبفطرتها تعرف أنه في منافع عظيمة. والله لا تاكل الاشجار لا ناس تتاذى من الا على البن. تاكل الاوراق تاكل الازهار تاكل كل شيء يظهر. الحشرات القشريه واليرقات والطيور. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله والله اطلاله جميله هنا على المزرعه. اي والله ما شاء الله. والوادي هذا وادي ايش؟ هذا وادي بطاط من اكبر وافضل روافد وادي الاحسبه الذي ينتهي للبحر ينتهي للبحر الاحمر. ويعني ماؤنا الحمد لله متوفر لان الماء هذا طيله ايام السنه يجري. هذا بطاط مشهور. هذا فرع وفرع اخر هناك في الجهه المقابله من الوادي فرع اخر.
هو دائم الجريان بحمد الله. بطاطي اللي يقطع الطريق وانا رايح العرضيه الشماليه من دوار. لا لا على يسارك، على يسارك يقطع الطريق اخر شيء. يقطع الطريق اخر شيء قبل النمره بقليل. ايوه من عند منابعه. صح اي نعم. هذا وادي بطاط، هذا وادي بطاط وهو دائم الجريان الحمد لله. الجبل المهيب هذا اللي وجهنا يا ابو سعيد. اي نعم، هذا جبل شد الاسفل اللي كنا على سبحان الله على قمته البارحه. اي نعم، والى الشمال منه يقع شد الاعلى، هو يرى من هنا لكن هناك كثافه الرطوبه. إيه الرطوبه اليومين. اي نعم، جميل جميل. الله يجزاك خير، اسعدتنا والله في هذه الجوله. اسال الله يبارك لك. المزرعه هذه من هنا اسال الله يبارك لك. عمرها هذه 9 شهور الان تقريبا او 8 شهور ما شاء الله. يعني مثل الايام هذه العام الماضي كنا نزرع واقدم من هذه الايام. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا ابو سعيد ويكتب اجرك ويجزاك خير على الشرح الوافي. هذه الصوره، هذه صور، وكم تم هناك مزرعه.